مرة تانية مشاهدينا هنرجع لجمانة ماهر واللي هتكون معانا دلوقتي مع انترفيو مع المتحدثة باسم المهرجان الإعلامية الكبيرة منى عبد الوهاب. مساء الخير مرة تانية عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا بسنت من جديد، ومساء الخير على كل مشاهدينا مرة تانية. أنا فعلا معاكي دلوقتي من نورث سكوير مول، ومعايا كمان المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العالم عالمين، طبعا الإعلامية منى عبد الوهاب. هنتكلم معاها أكتر عن أسرار وتفاصيل كواليس حفل الافتتاح أمس. منى أهلا بيك. أهلا بيك يا جمانة. في البداية خليني أبارك لك وأقول لك ألف ألف مبروك الحقيقة على حفل الانطلاق المبهر اللي احنا تابعنا أصداؤه من امبارح. في مجهود كبير قوي يا منى. حقيقي. قبل ما ندخل بقى ونرجع للمجهود الكبير اللي حصل، خليني أعرف منك كواليس حفل انطلاق مهرجان العالم عالمين امبارح. والله هي يعني المجهود مجهود جماعي، مجهود ضخم جدا، ده حقيقي مجهود جماعي، يعني من اول تجهيز الارينا لحد التفكير الجماعي في الفكره، ايه الحاجه اللي ممكن نقدمها لفلسطين وتبقى حاجه ارتستيك وتبقى حاجه معبره وتبقى صادقه. كان اهم حاجه عندنا ان هي تبقى صادقه، ونبقى عاملين حاجه شكل من اشكال الفن اللي هو كله معمول باشخاص، ببشر، مش بكمبيوترز، مش بآلات، مش ب يعني اشخاص. في روح، في روح. ده اخذ مجهود كبير واتعمل في وقت قصير جدا، وفي وراء ابطال الحقيقه. طبعا. يعني حقيقي في ابطال. احنا ما كناش مصدقين برضو ان المده الوجيزه اللي اتعمل فيها ان هو هيطلع شكله حلو، يعني احنا نفسنا كنا يعني واقفين منبهرين شويه، هو ايه اللي حصل ده؟ هو طلع كده بجد؟ بس هو المجهود الجماعي زي ما كنت بتتكلمي يا منى، ومش بس المجهود الجماعي، الروح، الشغف، الايمان ان انتوا عايزين تخرجوا مهرجان يليق باسم مصر. طبعا. متاكدين مش بس اسم مصر، كمان الوطن العربي، هو صوره مشرفه للوطن العربي. طبعا. هو المهرجان الحقيقه بيستهدف يعني زوار من داخل مصر ومن خارج مصر، فاكيد طبعا. صحيح. برضو من خليني اقول انه من الحاجات الصعبه فكره ان انت تنجحي، اكيد صعب، بس ان انت تستمري في النجاح وتحافظي عليه ده اصعب بكتير جدا. سؤالي ليكي، ايه المعايير اللي كنت حريصه ان هي تكون موجوده في هذه النسخه تضيف لنجاح النسخه الاولى؟ يعني يمكن بحاول على قد ما اقدر ان انا عارفه تو ميك شور ان كل حاجه ممكن تطلع احسن شويه، ان دايما في خطوه زياده في كل شيء، في كل حاجة بنشتغل عليها في الحياة دايما في حتة بنوصل لها بتبقي عارفة ان في خطوة زيادة هنا، في خطوة اوسع شوية، بس ممكن ناخد خطوة كمان زيادة حتى لو مرهقة شوية للجميع، بس هي هتطلع الشيء نفسه أفضل في كل شيء. يعني احنا بعد حفلة امبارح يعني كان الكلام كله انه الحفلة اللي جاية ازاي تكون اطمنتوا خلاص فالحفلة اللي جاية؟ لا مش اطمنا، بالعكس، يعني حتى التيم كله بالعكس، انه ازاي الحفلة اللي جاية تكون افضل من الحفلة اللي فاتت، ازاي يبقى دايما الكيرف في الحفلات طالع متصاعد، ما يبقاش ثابت ولا يعني ولا باذن الله ينزل. لا طبعا ان شاء الله كل النجاح. احنا شايفة مجهود كبير جدا الحقيقة واصرار، وده شيء يطمنا كلنا. طيب لو هنتكلم بقى على الارينا وبناء الارينا، كلمينا اكتر عن الارينا، ايه برضو المعايير او الميجرمنتس اللي كنتوا حريصين ان هي تكون موجوده في او خلال بناء الارينا الجديده؟ السيفتي اول واهم حاجه طول الوقت. كان في طبعا معايير في اختيار المكان اصلا، يعني القائمين على الشركة المتحدة لما فكروا في المكان أصلا، لما فكروا في اللوجيستكس كلها، في الطريق، في الباركينج، يعني كل الحاجات دي الحقيقة متظبطه كويس قوي ومعمول لها حساب كويس قوي، كل تفصيله معمول لها حساب كويس قوي. فكره انه كل انواع التيكتس ازاي يبقوا قاعدين، ازاي يبقوا مرتاحين، ازاي كل حاجه تبقى يعني مريحه، فكره انه الناس فعلا جايه من اجل الترفيه، فمش عايزين اي شيء يبقى فيه معاناه. الارينا طبعا من اول ما تم استلامها، من اول ما استلمتها الشركه المتحده من جهاز المدينه، ده كان وقت قصير قوي، ولحد ما استلمتها شركة بي جروب زهور الفقي، ده برضو مدة وجيزة جدا ان الأرينا تجهز بالشكل ده، يعني ان هي تجهز وتكمل وتجهز وتؤهل. خلال قد ايه؟ كان قد ايه منى؟ يعني هو المفروض ان هما استلموها مثلا في نص شهر ستة، وقت
فاحنا قبل نص شهر 7 طالعين من الارينا، طالعين بالشكل ده. طبعا طبعا وطبعا شركه هايلايتس الستيج الفظيع اللي اتعمل، السكرينز اللي يعني انا نفسي اول مره اشوفها في مصر، برضو كان مجهود جبار. الفيجوالز والتعاقدات والفنانين، شركه دي اس بلس، بلال التراوي. يعني هي الفكرة انه لما بتبصي على حجم الاشياء وبتبصي على المدة الزمنية بتحسي ان تقريبا ده عنوان المرحلة، غالبا ده عنوان المرحلة خلاص. البيس بقى سريع قوي، كلنا بقينا ماشيين على نفس البيس. يعني لو المدينة دي اتحولت للمدينة الساحرة دي في مدة وجيزة جدا 4 سنين بأيدي مصرية، فالمهرجان كمان تقريبا بيحصل بنفس البيس، انه انت بتشوفي انجاز كبير مفروض ياخد مدة زمنية معينة بتلاقيه أنجز في مدة وجيزة جدا، وأنجز يعني على أكمل وجه. صحيح الكواليتي، يعني دايما بنتكلم في الكواليتي. فكرة زي ما أنت كنت بتكلمي أنه التفاصيل يهتم بيها أشخاص كتير، وأنه هي ترد للأشخاص اللي تقدر أن هي تقوم بيها صح، ده في حد ذاته نجاح وتفكير أصلا أو استراتيجي تؤدي لنجاح أي شيء. كل الشركات والأفراد اللي مختاراهم الشركة المتحدة للعمل على انطلاقة المهرجان السنة دي، أنا يعني ما أعرفش السنة اللي فاتت ما كنتش جوه الحاجات، لكن السنة دي أنا شايفة اختيارات موفقة جدا جدا جدا. كل الشركات وكل الأفراد قايمين بأدوارهم على أكمل وجه ممكن، وحقيقي بتشوفي نتائج مبهرة في مدد وجيزة. أنا هفضل منبهرة بالجزئية دي. كلنا منبهرين. أنا هفضل منبهرة بالجزئية دي. يعني إحنا نفسنا يعني في الحاجة، يعني عملنا استعراض فني كده قصير إن شاء الله يا رب لما تشوفوه يعجبكم للافتتاح، وعملناه لأهلنا في فلسطين. إحنا نفسنا مش مصدقين قد إيه المدة وجيزة وقد إيه هو طلع، وطلع حلو. يعني إحنا شايفينه حلو بالنسبة للمدة يعني. فالحمد لله، لا بالعكس، الناس كلها على الأرض مليين أماكنهم. لا ده واضح الحقيقة، يمكن الصورة، بصي الصورة بتنقل أبلغ بكتير جدا من الكلام، فده واضح في اللي بيتنقل للناس. في نقطة كمان مهمة يا منى، احنا المهرجان فيه فعاليات كتير قوي، بس الفكرة مش عدد الفعاليات الموجودة، الفكرة أكتر في الفعاليات المنتقى، انواع او نوعيه الفعاليات الموجوده، ان كان في ايا كان بقى المجال، ان كان رياضي، ثقافي، فني، ايا كان اختياركم لانواع الفعاليات والانشطه اللي موجوده في مهرجان العالم العربي في نسخته الثانيه، كانت ايه الادد فاليو او كنتوا حريصين انه ايه اللي يكون موجود؟ والله في حاجات يعني مثلا انسوميا مثلا لما اخترناها، هي اي جيمينجز، فلما اخترناها مثلا كان يعني الاساس انه الجيمز دي كلها منتشره جدا ما بين كل الاعمار، يعني من اصغر عمر للطفل بتلاقيه عايز يمسك الموبايل عايز يلعب جيمز، لحد الكبار يعني بنبقى قاعدين في ميتنج ولو في بريك صغير بتلاقي الناس قاعده بتلعب جيمز. فلما اخترنا ده اخترناه لان هو ليه قبول كبير جدا بين كل الناس وكل الاعمار، بس في نفس الوقت كمان بقى في جانب توعوي. يعني في وسط الفعاليات كنا حريصين جدا ان يبقى في توعيه. السكرين تايم ما ينفعش يعدي مده معينه، يعني خدي بالك برضو الجيمز دي هي يعني هي ادكتيف، هي اتس ان ادكشن يعني، يعني اوفيشال يعني مش هزار. ففكره ان انت توعي بالذات العمر الصغير ان احنا ما ينف يعني ان ده حلو، ما تمنعي توعي من غير ما تمنعي ان احنا ينفع نتبسط بده، بس ما ينفعش ان احنا يعدي الليمت ده في الوقت، فما ينفعش يضيع من يومنا اكتر من كذا بالكتير قوي، ان ده حلو قوي بس هو حدوده هنا. ففي جانب توعوي مثلا في ده، مثلا الام ام اي والحاجات يعني كل الحاجات اللي فيها مثلا مشاركات دوليه، ده علشان هي الشركه المتحده حريصه بالذات على المصريين اللي ممكن يكونوا بيحترفوا شيء او بيحصدوا بطولات في رياضه ما مثلا في الداخل او في الخارج. الرياضات الشاطئية يعني هي أعتقد أن دي تحديداً تتفق عليها كل الأذواق يعني. طبعاً. لا وبعدين إحنا مش في أي شاطئ لو سمحت. يعني شاطئ العالمين لا يقارن بجد، ومش انحياز لمدينة العالمين الجديدة ولا انحياز حتى لمصر، حقيقي من أحلى بقاع الأرض يعني، مش هقولك بس في مصر، فأنا المكان حلو قوي. المدينة ساحرة يعني، أقل ما يقال عنها ساحرة
ساحرة يعني. لسه كنت بقول لون البحر ده رون لون والرملة دي نعومة الرملة دي بلونها ده مش موجود في بلدان كتيرة قوي، فهو في العالمين يعني واضح واضح جلي يعني تستمتعي بيه طول الوقت. طب خليني بقى اسألك على امبارح، هرجع لك تاني امبارح، اقول لك اصعب لحظة عدت على منى امبارح، اصعب لحظة عدت على إدارة المهرجان امبارح. اني لحظة فيهم؟ بصي هي اصعب لحظة بصراحة واحلى لحظة طبعا، يعني هو ده شعور، هو ده الادرينالين بقى، عارفة لما بيبقى ايه اللي هي اللحظة اللي بالنجاح دي، اللحظة اللي انت مرعوبة ورد فعل الجمهور هو اللي بيطمنك. اصعب لحظة عدت عليا امبارح هي لحظة عليا انا شخصيا، يعني هي لحظة خروج الشو، خروج الدانسرز وخروج الاستعراض اللي معمول وبدايتهم واستقبال الجمهور ليهم. اول ما بدأ الجمهور يصرخ ويصفر بدأت انا احس ان انا بتنفس. هي لحظة طبعا صعبة جدا جدا، بس على فكرة من غير ما تتوتري كنت كلمتيني كنت هطمنك جدا. كنت هتقولي لي ايه؟ هقولك والله هقولك، كنت هقولك ان انا فخورة وان انا سعيدة وان انا شايفة الشوز دي والاستعراضات دي خارجة من على مسرح كل فرد فيه مصري، كل فرد كانت رؤيته ما كانتش ضيقة الأفق زي ما بنقول، بالعكس كانت واسعة وكانت عالمية. هقول انه وصل رسالة بشكل مباشر وبشكل حقيقي بدون أي مغالاة، والرسالة اللي هي إحنا حقيقي متضامنين مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا حكومة وشعبا، حتى من خلال قوتنا الناعمة اللي هي من أقوى الأدوات المصرية الموجودة في العالم العربي. كنت هقولك إن أنا شايفة على قد ما شايفة وجع من هذا العرض اللي بيفكرنا بقضية بتوجعنا حقيقي، لكن شايفة كمان إن أنا فخورة ببلدي اللي طول الوقت هي حريصة على أنها تساند هذه القضية من خلال أداة قوية جدا عندها، وهي أداة كمان سامية ونبيلة جدا، هي الفن. كنت أقول لك كل ده، الفن والقوة الناعمة، وعايزة أرجع الفضل في ده لإدارة والقائمين على الشركة المتحدة طبعا. ليه؟ لأنه مش أي إدارة بتقدر تستوعب إن لما الشباب يروحوا بفكرة يقولوا لهم اوكي ويدعموهم، يعني يوافقوا لهم ويدعموهم ويساعدوهم ويبقوا درع قوي جدا في ظهرهم وهم بيحققوا ده او بيعملوا الرؤيه اللي شايفينها او الرؤيه لنفسهم يعني اللي نفسهم فيها. شفتي كنت اقول لك حاجات كتير قد ايه امبارح. طب قولي منى هتعملي ايه؟ ايه الاكتيفيتيز اللي هتعمليها هنا في العالمين؟ والله انا عن نفسي هضطر ان انا اتابع الاكتيفيتيز نفسها غير المتابعه، هنقول انه غير المتابعه عشان طبعا انت عندك حاجات كتير قوي، بس يعني ممكن تخطفي كده حاجه سريعه. هشارك يعني طبعا البادل لانه هو جديد علينا وانا عندي قناعه ان انا زيرو في البادل، فاكيد هجرب زيرو في البادل. فعايزه تجربي البادل؟ طبعا حلو، روح التحدي دي حياة يعني. حلو روح التحدي دي جدا. انا مثلا انا زيرو اكتر منك في البادل وهي جربي في البادل. نبقى 2-0 في البادل كده، 2-0 مع بعض ممكن نوصل لحاجه، نقدر نحقق حاجه جديده. 2-0 فعلا. اخيرا يا منى، مش حابه تقولي لنا اي سر او مفاجاه او تكشف لنا عن مفاجاه في مهرجان العالمين؟ يعني اول حاجه هقول ترقبوا عرض حفل الافتتاح وحفل الملك محمد منير، كان حفل حلو جدا وحقيقي مش تحيز والله، بس هو كان حلو قوي. اتمنى من قلبي ان انتوا تستمتعوا بيه لما تشوفوه، وانا بوعد بمفاجآت كتير طول الوقت. يعني طبعا نتابع الاسبوع الجاي ان شاء الله، عندنا كاظم الساهر وعندنا ماجدة الرومي، يوم الجمعة عندنا صاحبة السعادة على المسرح الروماني، فعندنا يعني الأسبوع الجاي أسبوع حافل. على مدار الأسبوع عندنا كل الأنشطة الرياضية اللي ممكن تسليكم ممكن تستمتعوا بيها، تقدروا تتابعوا كل أنشطة وفعاليات المهرجان على يو لايف، القناة اللي أطلقها مهرجان العالمين علشان تشاركونا حتى وانتوا مش معانا. تقدروا طبعا تلاقوا كل التذاكر متاحة على تذكرتي، تقدروا تعرفوا كل الفعاليات كل المواعيد على الويب سايت بتاع المهرجان. الباقي مفاجآت انا مش هحرق يا جومانا. انا مش هضغط عليكي برضو، مش هضغط عليكي اكتر من كده. بس اقول لك هتقولي رساله للمشاهدين وهتقولي رساله لجموع الشعب المصري هتدعيهم فيها لان هم ييجوا يزوروا مهرجان العالمين، قولي لهم هييجوا يلاقوا ايه من عين المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العالمين. والله هو مهرجان العالمين بشعاره العالم عالمين هو حاجة حقيقي من قلب مدينة العالمين ليكو،
ومن قلب مدينة العالمين علشانكو، وهو حاجة كل يوم فيها بيؤكد ان احنا لازم يبقى عندنا ثقة كبيرة قوي 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 في كون ان احنا مصريين، في قدرتنا، فقد ايه احنا قادرين من ابسط حاجة لاكبر حاجة. حقيقي احنا قادرين، شاركونا المتعة وشاركونا الترفيه وشاركونا الحاجات اللي تعبنا فيها قوي عشانكم. شكرا ليكي منى، نورتيني والف مبروك مرة تانية. مشاهدينا ده كان لقائنا مع الإعلامية منى عبد الوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العالم عالمين، تفاصيل كتير جدا كشفنا عنها وكواليس كمان اتكلمنا عليها، اتكلمنا عن الأنشطة اللي موجودة، اتكلمنا عن تفاصيل كتير جدا ولسه متابعين معاكم وموجودين معاكم على مدار أيام المهرجان المستمرة لغاية 30/8. نشكرك يا جمانة وبنشكر أكيد ضيفتك الكريمة الإعلامية منى عبد الوهاب.